ظهر فجأة كده من وسط الجبل وقدم قطعة خبز لطفل، واللي أكل منها ده اتصاب بلعنة ما تفكتش إلا عند الشيوخ. جبل في دولة عربية سكانه من عمار الأرض، واللي بيقرب من المكان ده ما بيرجعش طبيعي زي ما كان أبداً. يا ترى إيه حكاية الجبل ده ومكانه فين وإيه حقيقة سكانه؟ كل ده وأكتر هتعرفوه في الفيديو ده من 5 بالعربي. بمجرد ما تقوم الريح بيظهر صوت عالي وكأن حد بيصرخ جوه كهف غامض في وسط جبل ضخم وفي صحراء موجودة في جنوب غرب ليبيا. أساطير كتير وحكايات مخيفة ظهرت عن كهف الجنون، والكهف في اللهجة الليبية معناها الجبل، لكنه مش أي جبل لأن شكله الغريب ده كان مصدر للجدل حتى في القرن 21. هيكل أسطوري وقمة عالية جداً ونتوءات ليها شكل غريب وفتحات واسعة لكنها سودة من جوه، وكأن نور الشمس مش بيوصل للجبل ده على عكس الدولة كلها، وأصوات كلام بس مش بأي لغة من لغات البشر، وكأن جوه الجبل ده عالم تاني ومخلوقات تانية خالص. جبل مشهور بحكاياته المخيفة وأسماءه الكتيرة، فمثلاً قالوا عليه كهف الأمان بالرغم من كل اللي حصل فيه وكل اللي اتحكى عنه واللي هنقوله ليكم بالتفصيل في الدقايق اللي جاية. قبائل الطوارق سموا الجبل ده باسم كهف إدنان، وإدنان ده اسم من أسماء الجن عند الطوارق، وبيقولوا إن الجبل ده هو مملكة الجن في الأرض. الجبل ده موجود في منطقة أكاكوس في الجنوب الغربي لليبيا وقريب من الحدود مع الجزائر. على الجبل ده موجود رسومات غريبة في مناطق مختلفة من جسمه. في مؤرخين كتير بيقولوا إن الأرض دي زمان كانت أرض حضارة وزراعة، وده بسبب الرسومات اللي موجودة واللي بتبين بعض أنواع الحيوانات والأنشطة كمان اللي كان بيقوم بيها سكان المنطقة واللي اختفوا من مئات السنين ومحدش يعرف عنهم حاجة. ارتفاع الجبل بيبدأ من 900 إلى 1200 وبيبعد حوالي 15 كيلومتر من أقرب طريق تقدر الناس تستخدمه، وعشان توصل للجبل ده لازم تمشي من طريق صعب ممكن ياخد ساعتين عشان توصل بس للجبل. الغريب بقى إن الجهة الجنوبية من الجبل بتشبه الجهة الغربية، وكل حجرين بيشبهوا الإنسان وهو واقف، وفي جهة الشمال في مغارات غريبة مش موجودة في أي منطقة تانية. أهالي المنطقة القريبة من الجبل بيرددوا حكايات غريبة جداً عن المكان ده، وبالنسبة ليهم ممنوع التشكيك فيها، وهي إن الجبل ده عبارة عن مملكة صخرية بيحكمها ملك مقيم في القصر الأعلى أو كهف الجنون، ومفيش حد طلع للكهف ده إلا واختفى تماماً من الوجود. ومن الروايات المتداولة إن في شخص كان بيروح كل يوم بالليل ناحية جنوب الجبل عشان يستمتع بمنظر الصحراء والهدوء، ولكنه في مرة سمع أصوات مباراة كرة قدم. الصوت ده كان مش واضح في البداية لكنه بعد كده بدأ يعلى ويعلى لحد ما وصل صوته بشكل واضح، وبسرعة هرب من المكان وراح حكى لكل أهل مدينته إن في جان في الجبل وكانوا بيلعبوا كورة. في رواية تانية بقى عن عيلة وقفت عشان تصلح عطل في عربيتهم قريب من الجبل، واحد من الأولاد لقى عربية واقفة جنبهم ونزل منها شخص غامض لكنه قدم له قطعة خبز، فأخذها الولد وراح بيها لوالده واللي سأله جايبها منين وهم في نص الصحراء، عشان يفاجئوا الولد بإجابته في حين إن محدش من باقي العيلة شاف أي عربية تانية أو حس بوجودها حتى. ورغم كده الأب أكل قطعة من الخبز عشان بعدها يحس بشيء غريب مش طبيعي لحد ما راح لشيوخ عشان يعالجوه.